معنا على الهاتف الاستاذ محمد عثمان المحامي المستشار القانوني لمجلس اداره النادي. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ ابراهيم، مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك الكرام. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. تحياتي للمهندس عدلي ولكل مشاهدينكم واهلا بحضرتك. قول لي شغلك كتير، يعني احنا كل حلقه مش هنلاحق. يعني وزي ما حضرتك اشرت ان للاسف دي العاب صبيانيه، مساله اصطناع مكالمات مفبركه، طبعا حتى مفبركه بصوره ساذجه لا تنطلي على احد. حضرتك وصفت مرتكب هذه الوقائع ان هم مزورين او ملقطين او مصطنعين. انا بقول اللي يلعب في هذه العلاقه بهذه الصوره، لا، هؤلاء مجرمين. مجرمين هؤلاء المجرمين مرتكبي هذه الوقعه. خلال ساعات سنتقدم ببلاغ للاجهزه المعنيه في وزاره الداخليه للكشف عن هويه هؤلاء المجرمين. لان الامر بهذه الصوره خرج عن نطاق ان هي منافسه رياضيه او اي شيء من هذا القبيل، وبيحاولوا يضعوا اسفين في العلاقه بين الشعب المصري والشعب السوداني اللي علاقتنا اكبر واقوى من تؤثر عليها مثل هذه الترهات او الالاعيب الصبيانيه. طيب يعني في بلاغ خلال ساعات ضد اللي ارتكب هذا الفعل؟ طبعا مرتكب هذه الواقعه وهذه الصفحات المجرمه سيتم تعقبها، وسنصل الى مرتكب هذا الفعل ومزور او ملفق او مصطنع المكالمه الوهميه بين المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن احمد شوبير واي حد بينظر، وقبليها يا استاذ محمد بين الكابتن حماده والكابتن سيد عبد الحفيظ، وقبليها مع التلفزيون التونسي. احنا بنتعقب وبنتابع البلاغات السابقه. بالظبط. يعني طبعا. طب انا ارجو بس اول ما انا ليه رجاء بس الاجهزه المعنيه بتتعقب هذه الصفحات وبتبذل جهود كبيره جدا على اعلى مستوى تقني وفني للوصول الى هويه هؤلاء المجرمين اللي بيحاولوا الوقيعه بين شعبين في الظروف اللي احنا فيها. واعتقد ان وعي جماهير الهلال وجماهير الاهلي اكبر من يؤثر عليها مثل هذه الالاعيب التافهه. استاذ محمد هنصل الى نتائج باذن الله قريبا طالما انك انت بتتابع هذا الامر. هو مصرح ان احنا نعلن نتائج هذه التحقيقات، او ما هو ده الردع ان الناس تشعر يعني في الوقت باشمهندس في الوقت المناسب اللي الذي لا يتعارض مع مصلحه التحقيق وعمل فرق البحث المشكله لتعقب هذا الامر، سيتم بالطبع اعلان المتهمين مرتكب هذه الوقائع. اعتقد ان هو ده اقوى ردع يعني. شكرا جزيلا للاستاذ محمد عثمان المحامي بالنقد والمستشار القانوني لمجلس اداره النادي.